مبسوط جدا ان احنا نطلع برنامج في تعاون ما بين مؤسسه احنا بنحترمها ومتعاونين معاها في اكثر من برنامج. الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا عامله معانا دور كبير جدا تعاوني، انما هذا التعاون هو ضمن استراتيجيه الوزاره للتنميه العقليه والتنميه الذهنيه وتنميه القدره على الابداع والابتكار والاختراع لقطاع الطلائع او قطاع النشأ اللي بنهتم بيه بالتنشئه المتكامله، وده سن من 5 ل 17 سنه. وهذه المرحله السنيه المرحله اللي بالنسبه لنا بتعتبر المرحله الفيرجن اللي نقدر ان احنا نعمل اكتشاف للموهبه لبعض القدرات وتنميه الموهبه من خلال هذا الاكتشاف. روبوتك احد هذه البرامج اللي انا يعني كنت سعيد جدا بعرضها ومتحمس لادائها. هي يعني هتكون اونلاين طبعا مع الاكاديميه والوزاره، لكن هي بنكتشف قدرات اولادنا اللي عندهم قدره على الحلم والابتكار والتخيل، كمان عنده قدره ان هو يقدر يحلل ويركب العناصر، يقدر كمان يسمي العناصر اللي يقدر الكومبوننتس اللي يكون منها شيء كلي، الا وهو روبوت، وهو اللغه الحديثه ولغه العصر اللي ظهرت بشكل جلي وبشكل كبير بعد أزمة الكورونا، إن كل الناس بقت بلاتفورمد يعني منصتها إلكترونية. أنا بيسعدني إني أطلق هذا المشروع وهذه المبادرة. أولادنا إن شاء الله بكل حماس تتنافس وتتسابق وتكون موجود، لكن المهم إنك أنت تتعلم شيء مهم علشان المشروع ده إن شاء الله يكون فيه استدامة مع أندية علوم مراكز شباب مصر. أبدي عن سعادتي البالغة بالتعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب المسؤولة عن إعداد الشباب والنشأ للمستقبل. وزارة الشباب والرياضة رغم كل الظروف اللي احنا فيها لكنها بتتطلع للمستقبل وبتسعى بكل قوة لأنها الوقت المتاح لدى الشباب يستثمروا فيما هو مفيد. فالمبادرة الحاضنة الخاصة بالنشأ والطلائع وتدريبهم على موضوع الروبوتات، وبالتالي الأكاديمية كانت لا تملك إلا إنها يعني كمنظمة عربية متخصصة عندها خبرات كبيرة جدا في مجال الروبوتكس والمسابقات الدولية في هذا المجال، فعلا قبول الدعوة اللي وجهت لينا واشتراكنا في إعداد هذا النشأ وتجهيزه للمسابقات الدولية شيء رائع، عمل عظيم. بتمنى لفرع الأكاديمية في جنوب الوادي بأسوان أنه يقوم بهذه المسؤولية على أكمل وجه، يؤدي دوره في خدمة المجتمع اللي احنا كلنا يعني مدينين ليه بالكثير، فده دورنا وده واجبنا. وإن شاء الله تكون مبادرة تحقق أهدافها في إطار العديد من المبادرات اللي اكتسبناها وزارة الشباب والرياضة من أجل فعلا شبابنا وإعدادهم لمستقبل متميز يليق بيهم إن شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا. روبوتك، برنامج مقدم من وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمستقبل مصر.